في الجهة الشرقية من أراضي كفر مالك والمغير وأبو فالح وأبو فلاح وتمسعية، هذه المنطقة التي هي تتصل إلى منطقة الغور. المستوطنون يحاولوا أن يستغلوا رؤوس التلال ويضعوا بؤرهم ومواشيهم عليها، وبالتالي هذا يعني من خلال ما أطلقته أو ما سمحت لهم به الأحزاب المتطرفة والحكومة، وبعد ذلك شنعنت هذه البؤر. جينا هنا العشرات بل آلاف من المواطنين ليقولوا لا لهذه السياسة، وإن لم يقوم الاحتلال وجنود الاحتلال بطردهم سيقوم المواطنين بطردهم. إن لم ننجح اليوم سنعود في الأيام القادمة. لا تحت في مواجهات. اها بلشت المفاوضات. مرتين جدي كل هذا ما صبرت هذا الحكي.